إذا قيل هل طلب العلم الشرعي واجب على كل مسلم؟ فقل نعم، فيما لا يعذر الإنسان بجهله فإنه يحرم عليه أن يترك العلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند ابن ماجه والبيهقي: طلب العلم فريضة على كل مسلم، بل إننا ندعو الله في كل ركعة أن يعلمنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كيف تهدى بدون علم؟ لا هداية إلا بالعلم الشرعي والاجتناب لطريق من ضل من اليهود والنصارى وهم المغضوب عليهم والضالون. لا نجاة بإذن الله عز وجل إلا بطلب العلم الشرعي.